ولدي تلقنني وتقول: يا عادل ابن علي، يا فلان ابن فلان، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى، وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك، فلا تخاف فلا تخاف. ثم اعلم يا عادل ابن علي إن الله تبارك وتعالى نعم الربي، والله إن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هذا هو التلقين الذي يستحب ويؤكد أن يلقن المؤمن لما يراه من الهول